بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. نواصل معكم غلو الشيعة في علي رضي الله عنه وكيف يختلقون القصص والخرافات والأساطير. وقد مر معنا في الحلقة الماضية مباشرة قبل هذه الحلقة أنهم عندهم أحكام في الغلاة، وقالوا أن المغالي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا تؤكل ذبائحه ولا يزوج ولا يورث، وهو كافر وهو نجس وإلى آخره. وختمنا الحلقة بسؤال: هل الشيعة ينفذون هذه الأحكام في الغلاة الأحياء بيننا اليوم ويطبقوها على خطباء المنابر الغلاة الذين يغلون في علي؟ على كل، كلنا نعلم يا أحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف عليا رضي الله عنه على المدينة لما خرج لغزوة تبوك، والشيعة مجمعون بطبيعة الحال أن حديث المنزلة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي لما خرج لغزوة تبوك، أي أن عليا بقي في المدينة ولم يشارك في غزوة تبوك. لكن الشيعة لم يعجبهم قرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى عليا رضي الله عنه في المدينة بين النساء والصبيان، وسيجعلونه يشارك في غزوة تبوك رغما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله، بمعجزة اخترعوها من كسيب. لكن صانع هذه المعجزة الوهمية يجهل التاريخ وأن غزوة تبوك لم تجري فيها معركة أصلا مع الروم، لكن وضع المعجزة الجاهل بالتاريخ تصور أن هناك معركة جرت وقتال جرى في تبوك، بينما لم تجري معركة ولا قتال، بل الروم هربوا وتفرقوا، والقبائل التابعة للروم طلبوا التفاوض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتصر المسلمون دون قتال. لكن هذا جهل المعممين بالتاريخ والأحاديث والروايات والسير، أو أنهم لم يعجبهم قرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبقاء علي في المدينة بينما كل الصحابة شاركوا، ووعد الله كل من شارك في جيش العسرة بالتوبة، ووعدهم النبي بالجنة، فالشيعة سيحشرون عليا في غزوة تبوك حشرا حتى يكون له حظا في جيش العسرة، وتشمله الآية، وهو أصلا مشمول بالآية، وأيضا ليظهروا بما أن عليا لم يكن حاضرا في المعركة الوهمية، فالمسلمون انهزموا، علي ليس موجود فالمسلمون انهزموا، وكاد الروم أن يقضوا عليهم وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستغاث النبي بعلي، هكذا يقولون، استغاث النبي بعلي فحضر بسرعة الضوء إلى تبوك في رمشة عين مع سلمان رضي الله عنهما لينقذ المسلمين وينقذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع لهذا المعمم الخريف وبعدها نذهب لكتبه. صارت حادثة المعركة، انقتل قائد المعركة، انكسر جيش رسول الله، قائد الميمنة وقائد الميسرة وقائد القلب اتكتلوا، صارت الهزيمة يم رسول الله، صارت سهام القوم وسيوفهم وخيلهم بجلب خيمة رسول الله، كثيرة مرعبة. بعد شنو الحل؟ إذا سكت رسول الله ساعات يقتل، ويقتل من يدافع عنه. الرواية تقول توجه إلى المدينة وقال: يا أبا الغيث أغثني، يا علي أدركني. سلمان يقول: كنا لما كنا بالمدينة أمير المؤمنين استلم بستان حاطب بن أبي بلتعة، استلمه أنه شو يسوي له، يقص السعف مالته ويكربه وينزل التمر على مبلغ من المال. يقول: فأشركني معه، قال له: تعال ويا يا سلمان ونتعاون أنا والأجرة بالنص. سلمان لما طلع رسول الله قال له: أنا أبقى مع علي يا رسول الله. قال له: الخيار لك، أبقى. يقول: في يوم من الأيام الظهرية صعد أمير المؤمنين جاي كرب ويناوشني التمر العتق، يقصه يشده بخيط ويدندل لي ينزله،
واني افله. يقول نزل امير المؤمنين مسرعا يبكي. يقول سلمان المحمدي يقول ففزعت من بكاء علي. ما الذي حدث؟ ما عندنا شيء، رسول الله مو يمنا، صار له 3 أشهر برا. قال له يا علي ما الذي حدث؟ قال له يا عم يا سلمان لقد كسر قلب جيش رسول الله، ودارت الدائرة وروح الحرب على خيمة رسول الله وهو يستغيثني. سمع نداء يا أبا الغوث أغثني يا علي أدركني. يقول دخل إلى فاطمة، أخذ السيف، لبس الرداء الأصفر، هذا موطن الشاهد. قال لي يا سلمان بحبك لي اتبعني 3 خطوات، مسافة 4 أشهر 5 أشهر، يتيه بالصحراء الربع الخالي ماكو بي حياة يموت. قال له 3 خطوات لا تخالف خطواتي، إذا خالفتها تروح بالصحراء تموت، وما توفق إلا بحبك لي. يقول سلمان يقول تحركت 3 خطوات وإذا نحن في قلب المعركة والسهام والسيوف تتطاير من كل جهة ونسمع صوت رسول الله ولا نرى شخصا قد أحدقت به العساكر وهو ينادي برفيع صوته يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني. يقول وكانت هاي عادة علي بن أبي طالب ما يقصد الجيش. يقول راح لحامل الراية جندلة، راح للميمنة قائدها جندلة، راح للميسرة جندلة، راح للقلب جندلة، راح للفرسان اللي يخيطون جيش المسلمين بيسوفهم. يقول جندلة 17 واحد فنط، قعد الجيش، انهزم الجيش بين يدي أمير المؤمنين. يقولوا اجى عسكر يم رسول الله. التاريخ الغريب في ذلك، التاريخ الآن حتى الغربي في المقدمة يذكر يقول إن علي بن أبي طالب لم يشارك في غزوة تبوك، بعدين لما يتكلم على قتل قادة الجيش يقول قتلهم علي بن أبي طالب. ما قاله هذا المعمم هو مسطر في كتبهم، لكن الفرق هو أنه قال علي خطأ 3 خطوات وفي الكتاب 17 خطوة، فالخلاف في الخطوات. دعونا نرى هذه الخرافة وهذه المعركة الوهمية التي جرت في أدمغة المعممين. هذا كتاب الأنوار العلوية لشيخهم جعفر النقدي، صفحة 260، يقول قال فرغب الناس للجهاد، ثم رحل صلى الله عليه وآله وسلم من ثنية الوداع وخلف أمير المؤمنين عليه السلام على المدينة، فقال المنافقون ما خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلا استثقالا منه، فبلغ الخبر أمير المؤمنين عليه السلام فاشتمل بلامة حربه وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان نازلا بالجرف، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي ما الذي جاء بك؟ قال رسول الله قال يا رسول الله صلى الله عليك يزعم المنافقون أنك ما خلفتني إلا استثقالا مني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبوا ورب الكعبة ما خلفتك إلا لتكون منزلتك مني منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، حياتك يا علي معي وموتك معي، ارجع يا علي إلى أهلك واخلفني فيهم. فرجع أمير المؤمنين عليه السلام ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أمره صلى الله عليه وآله أنه لما تقابل الفريقان هنا ستبدأ المعركة الوهمية في عقول المعممين. لما تقابل الفريقان واشتبك الضرب والطعان تعاهد الكافرون على الموت وهجموا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانكسر جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهبط جبرائيل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك اختر إحدى الحالتين، أما إما الملائكة تهبط عليك وتقاتل بين يديك، وإما ابن عمك علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال جبرائيل يا رسول الله قم
وحول وجهك نحو المدينة ونادي يا أبا الغيث أغثني، ونادي يا أبا الغيث أغثني. جبرائيل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تستغث بالله، استغث بأبا الغيث، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونادي يا أبا الغيث أغثني، يا علي أدركني. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحول وجهه نحو المدينة ونادى: يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني. قال سلمان الفارسي رضوان الله عليه: كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام في حديقة له، وقد صعد النخلة يقلع منها الحطب والكرب اليابس وأنا أجمعه من تحتها، فسمعته يقول: لبيك لبيك يا رسول الله، فانحدر وهو يبكي، فسألته عن ذلك، فقال عليه السلام: يا سلمان، قد انكسر جيش رسول الله صلى الله عليه وآله، وسمعته يستغيث بي. قال سلمان: فأتى عليه السلام إلى دار فاطمة وأخبرها بالخبر، ثم قال عليه السلام بلامة حربه، ثم قال عليه السلام: يا سلمان، أتحب أن تمضي معي؟ قلت: نعم يا سيدي. فقال عليه السلام: اجعل قدمك موضع قدمي، حدو النعل بالنعل، ولا تخرم منه شيئا. قال سلمان: فجعلت قدمي خلف قدمه، فوالله ما أعددت إلا 17 خطوة. المعمم قال 3 خطوات، هنا 17 خطوة، لا يهم. وإذا نحن بين الصفين، أي 17 خطوة خطاها علي وسلمان، كانوا في تبوك وسط المعركة. فحمل أبو الحسن على القوم حملة الغضب المعروفة بين قبائل العرب، فاندهش القوم وغدا يضرب بسيفه، وانهزم القوم وولوا الدبر، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب عليه السلام. أي أن 30 ألف مقاتل مع النبي من الصحابة كانوا سيوفا خشبية، السيف الوحيد الذي يقتل هو سيف علي رضي الله عنه. لكن الله فضح هذا الأفاك، لأن غزوة تبوك لم يحصل فيها قتال أصلا، فكيف يستغيث فيها النبي بعلي رضي الله عنه. بعدما استمعنا للمعمم الخارف الأول الذي قال أن عليا انتقل ب3 خطوات من المدينة إلى تبوك، نذهب لمعمم آخر وهو يروي كيف سيذهب علي من المدينة إلى المدائن ليغسل سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي توفي بالمدائن، المدائن التي كانت عاصمة الساسانيين الفرس بالعراق سابقا، وسيقطع المسافة ب10 خطوات فقط بسرعة الضوء أيضا، ويغسل سلمان. لنستمع إليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فالمهم سلمان المحمدي ما كان يأخذ من بيت المال، وهو من تلامذة علي بن أبي طالب، لكنه ليس بهين، وإنما هو من الأوصياء، بحيث حتى عندما حضرته الوفاة كان أصبغ بن نباتة عنده سأله، قال له: يا سلمان، من يغسلك إذا دنت وفاتك؟ قال: يغسلني من غسل رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت له: من غسل رسول الله؟ هو علي عليه السلام، وهذا علي في المدينة ونحن في المدائن. قال له: مو شغلك هذا، أكثر من تكليفك يعني. بس قد يستغربون البعض، يقولون ليش، يقولون مغالات كبيرة. لا، ما بيجي ترى، والله طبيعية ومنهجية قرآنية. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وتدري هو عرش، مو بشر واحد، عرش، مملكة كاملة، 5000 كيلومتر بينات هالمسافة، وسوى خسف بالأرض قبل أن يرتد الطرف، خلاه قدامه، وهو عنده علم من للتبعيض. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ قال: ذلك آصف ابن برخية، هو وصي أخي سليمان. قالوا: يا رسول الله، هذا عنده علم من الكتاب. أكو بعض واحد يقول القرآن عنه: ومن عنده علم، ماكو تبعيض كله. قال: ذاك أخي علي بن أبي طالب. قال: ذاك أخي علي بن أبي طالب.
إذن سهل علي أن يصل، وفعلا جابر بن عبد الله الأنصاري قنبر يرون الحادثة، صلى الفجر بالمدينة والتفت إلينا قال عظم الله لكم الأجر، لقد مات أبو عبد الله بالمدائن، كان يكنى بأبي عبد الله سلمان رضوان الله عليه، يقول والتفت لقنبر قال ضع قدمك على قدمي، فوضعت قدمي على قدم الإمام، حسبت 9 خطوات في العاشرة وإذا نحن بباب سلمان بالمدائن، حسبت 9 خطوات في العاشرة وإذا نحن بباب سلمان بالمدائن.